السيناوي يتحدث عن علاقته بقمر الطائي وصديقه يدافع عنها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صدم الفنان السيناوي الجميع بتصريحات غير متوقعة، فبعد أن كان الفنان السيناوي يلمح عن قمر الطائي في الفترة الأخيرة، خرج بالأمس وهو في قمة غضبه ورافضا أن يتم ربط اسمه بقمر الطائي، مشيرا إلى ذلك أن قمر الطائي ما زالت صغيرة عليه، وهذا ما جعل صديقه أيمن يعلق له بأن العمر مش مقياس للارتباط. وأيضا لمح السيناوي أن هناك فتاة تشغل باله حاليا، فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ نحكي بصراحة، أنا عمري قربت على 22 سنة والبنت عمرها 16 سنة يا إخوان، يعني أنتوا أصلاً لازم ما ترضوا أرتبط أنا معها، ما تزبط، والبنت لساتها قدامها حياة قد الدنيا وما شاء الله عنها، يعني هي بعمر هيك وهيك عاملة، بس خليها لسه، شو مالكم؟ يعني يا عمي مش سنجل أنا ومرتبط راح أخطب منيح هيك؟ خلص خلوني في حالي، مستحيل اسماء اللي في راسكم تلاقوني في يوم ما، منيح هيك؟ جود، الله يسعدكم. خد لك طلع ذكروا اسم ثالث هسه جديد على الساحه، فيش شيء مشانها، انا اكبر منها، انا مش نفس تفكيرها، انا بمكان وهي بمكان،